دخل رجلا إلى أحد المطاعم وقال للنادل: أحضر لي لحم بقر مشويا قبل أن تقوم الحرب. فتعجب النادل فظن أن الرجل مجنون. ذهب النادل وأحضر صاحب المطعم، قال له: بماذا أخدمك؟ قال له الرجل: أحضر لي لحم بقر مشوي ودجاج وأرز مع الكباب وسلطة خضراء وسلطة الزيتون وورق عنب طبقين في كل طبق 12 ورق عنب وخبز خاص مكون من 5 طوابق وعصير فراولة، ثم أحضر لي كل ما عندكم من كعك وحلوى قبل أن تقوم الحرب. فتعجب صاحب المطعم ولبى طلب الرجل، وبعد أن انتهى الرجل من الأكل سأله صاحب المطعم: عن أي حرب تتكلم؟ قال الرجل: عن الحرب التي ستقوم بيني وبينك، لأني لا أملك ثمن ما أكلت. أنواع الناس برمضان اللي بضل نايم للمغرب. اللهم إني لك صمت وفيك أمنت وعلى رزقك أفطرت. اللهم إني صائم ما أنت نايم طول اليوم. هاي الصلاة والعبادة اللي بضل يستنى الأذان. بل اسمع لي إذا أذن ولا لا. إذا مأذن شو الساعة لسه 3. أوكي بل اسمع لي كمان مرة. لسه الساعة 3. أوكي. طب اسمع شوف بالله يا زلمة، خذ افطر حل عني. بستاهل والله. اللي بيموت جوع شو جيعان يا زلمة. بدي أكل. ألو ماكدونالدز؟ تفضل. بدي 15 وجبة بيك تيست يا غلبك. وبس يأذن المغرب أخيرا شبعت. مناصب العائلية في رمضان: الأب مقضيها صلاة وبختم القرآن 100 مرة باليوم، الأم مقضيها من الصبح لحد الفطور في المطبخ، البنت تعزيل الدار كلها وترتيبها من أول وجديد، الإبن الكبير مقضيها نوم وبصحاش إلا على أذان المغرب، الإبن الصغير بجاكر أخواته علشان هو مفطر وهم صايمين. تعريف العيد هو عبارة عن انك تقابل نفس الاشخاص اللي كنت تفطر معهم برمضان، بس مسوين انفسهم ضيوف وتسلم عليهم كنك من شايفهم من شهر، والمشكلة انك تلبس ملابسك قدام الناس اللي اشتريت معهم الملابس. انا وهلي بالليل اللي متهاوش على المنشفة، اللي متهاوش على الحمام، اللي متهاوش على السروال، اللي وبالصبح نسلم على بعضنا. لا ومستحيين بعد. العيد عندنا من الساعة 6 الصبح للساعة 8 نتكشخ، ومن 8 الى 10 تصوير ونفس كذا اشياء فوتوغرافي نصير، ومن 10 الى 11 هذا ملل الوقت هذا كلكم يمكن مثلنا ما ادري، هذا عيدنا. من الساعة 12 تبدا حالات الاغماء الجماعي. اتصلت بي سيدة في منتصف الليل تسكن أمامي وهي تصرخ وتقول: اخفض صوت الأغاني. استجبت رغم أسلوبها الفظ، فأنا جديد في العمارة ولا أريد اختلاق المشاكل. وفي اليوم التالي قابلت حارس المبنى وطلبت منه أن تكون السيدة أكثر تهذيبا، فنظر لي وهو يقول: لا أحد يسكن جوارك، الشقة مغلقة منذ 10 أعوام لأن صاحبتها وجدت مقتولة. صدمت وذهبت إلى عملي وفي تفكيري أن آخذ أغراضي وأغادر من هذا المنزل، وعندما عدت صادفت شخصا على السلم فسألته إن كان حقا يوجد امرأة قتلت، فأجابني: أجل، ولكن من أخبرك؟ فأخبرته بأنه الحارس، فنظر متعجبا وقال: المبنى لا حارس له. خرجت من السلم ودخلت شقتي وبدأت بلم أغراضي وأشيائي، واتصلت بمالك البيت وأنا منزعج وأصرخ فيه وأقول: أريد فسخ عقد المنزل، توجد به سيدة مقتولة وروحها تظهر، وبالإضافة إلى روح حارس المبنى. فضحك وقال لي: من أخبرك بهذه الأكاذيب؟ فأجبته: الجيران. فقال: المبنى لا يوجد به سكان غيرك. حلاق العيد صاحب أكبر ثروة في العالم يكون كائنا مسكينا، وفجأة يأتي العيد ويبدأ بالسباحة بالأموال. تراه أول يوم عيد يركب أفخم السيارات ويبطل يرد على تلفونك، لذا احلق قبل العيد عشان ما تبوس إيده ليحلق لك بعدين.